3 شهور انقطاع، يمكن تقريبا شهرين ثلاثة انقطاع من ساعة الفيديو بتاع السوبر ليج اللي حقق نجاح باهر وجاب فوق ال 100 فيو. 100 فيو. المهم فللمرة الثالثة بغير فيها السيت اب، سيت اب فاضي ما فيهوش غير تيشيرت ريال مدريد اللي ورا اللي هو اصلا مكتوب عليها فلاي اميريتس ومقطعه كمان، يعني كويس ان انا مش باين في الكاميرا بس اهو، يعني ما اعرفش هي حبكت معايا بقى، هي زنت في دماغي، انا اصلا مش فاضي ورايا مذاكره ونيله كبيره، بس هي حبكت معايا بصراحه اعمل عن سول الانتقالات بتاع 2021، خصوصا ان في حاجات غريبه حصلت فيه وفي حاجات بصراحه مش عجباني في اللي بيحصل، حاجات كتير بصراحه مش عجباني في اللي بيحصل. بس ايا كان قبل ما ننزل تعمل لايك وتنزل تعمل سبسكرايب وتشغل جرس التنبيهات عشان يوصلك الحلقات اول باول، و يلا بينا نبدا. مبدئيا كده كلنا عارفين ان سوق الانتقالات ده هو واحد من اغرب اسواق الانتقالات اللي موجوده، احنا كل سنه بنقول نفس الكلام، يعني اي بني ادم بيتفرج على كوره يقول لك ده اغرب سوق انتقالات شفته في حياتي، يعني بعيدا عن بتاع كورونا بتاع السنه اللي فاتت اللي ما فيش حد اشترى فيه حد، بس السنه دي لا مختلف، يعني فعلا مختلف، يعني انك تشوف مثلا ميسي لسبب ما بينتقل الى باريس سان جيرمان، طبعا احنا عارفين الاسباب دي كلنا وكلنا هارينا فيها وليله كبيره قوي يعني، وبرشلونه متداينه وليله كبيره والفرق كلها متداينه اصلا، يعني تقريبا ممكن بعد 10 سنين ما نلاقيش برشلونه وريال مدريد على التوب خلاص عليهم، يعني زي ميلان وانتر ميلان كده، بس ما علينا، يعني ميسي ينتقل الى باريس سان جيرمان فور فري ببلاش، يعني مين كان يتوقعها؟ يعني انا كرامي ما كنتش متوقعها بصراحه، بعيدا عن انه ينتقل بره برشلونه اصلا، هو ينتقل ببلاش، يعني مش عارف، انا تعبت. بغض النظر عن ميسي الناس كلها هارت عن الموضوع ده، اللي حصل بقى النهارده يعني صديقنا العزيز المنتهي الكبير كريستيانو رونالدو ينتقل الى مانشستر يونايتد، يعني ما اعرفش هو داخلين قال لك مانشستر سيتي داخلين في الصفقه وهيطلعوا بقى الفلوس بقى وفكه بالنسبه له 25 30 مليون وهوب مره واحده سيتي قال لك لا انا مش عايز، يعني لما تيجي تبص للسيتي فهو واحد من اغبى سوق الانتقالات اللي هو دخل في حياته، يعني ماشي دخل جاب جريليش ب 800 مليون وده سعر مبالغ فيه لو جيت تبص لها لاي لاعب اصلا، جريليش حريف فشخ ولكن اصلا ما ينفعش ياخد 100 مليون، يعني كتير قوي 100 مليون عليه، انت متخيل جريليش يروح 100 مليون كريستيانو يطلع ب 25 مليون وميسي يروح ببلاش، ولكن يعني جريليش ماشي صفقه كويسه، يعني مانشستر سيتي هم الفريق الوحيد ممكن يدفع 100 مليون في جريليش، يعني بس انك كسيتي تقوم جاي مضيع فرصه انك تجيب كريستيانو رونالدو ب 35 مليون بالكثير قوي يعني وميسي ببلاش، وانت كمانشستر سيتي تقدر تجيب ميسي ببلاش لانك كده كده هتقنعه ان بيب جوارديولا موجود وانت معاك الفلوس، انت وبي اس جي الفريقين الوحيدين اللي ممكن اصلا تجيب ميسي وكريستيانو في فريق واحد، ولكن يعني مانشستر سيتي واخد يعني مود الطالب اللي يعني اللي ما بيذاكرش مثلا او اللي هو نظام ايه دخل الامتحان بتاع الكيمياء وهو مذاكر مثلا جبر بتاع هندسه اصلا، يعني بس ما علينا من سيتي، نخش بقى ايه الموضوع كريستيانو رونالدو صديقنا العزيز المنتهي للمره الثانيه، الراجل راح لمانشستر يونايتد، واحده من احسن الصفقات اللي مانشستر يونايتد عملها من ساعه ما جاب كريستيانو رونالدو اصلا، من الاخر يعني كريستيانو رونالدو هو كبير يحط على اي واحد بيلعب في الفرقه، برونو فرنانديز حلو، بوجبا لطيف في بعض الاوقات يعني لما يحب، وعندك يعني ايه خط هجوم لطيف في راشفورد وسانشو ومش عارف ايه، بس لا انت جبت واحد خلاص ده الناس دي كلها تخدم عليه، انت عايز واحد يجيب لك اجوان، ودي كانت مشكله مانشستر يونايتد عندهم، يعني ساعه ما فاق لهم حد كان راشفورد، ولما راشفورد لعب الموسم اللي فات كتير اتصاب اصلا يعني ورجع بقى زي الخرا زي الاول، لكن دلوقتي انت معاك كريستيانو رونالدو بيخلص، هتقول لي كان عندنا كافاني ومش عارف ايه، لا بس معلش كافاني ما علينا، هو شخصيه قويه بيعرف يسجل وقناص وبتاع، ولكن كريستيانو رونالدو بعيدا بقى عن النوستالجيا بقى وابننا البر رجع مانشستر يونايتد وما علينا، لا كريستيانو رونالدو هيجي هيضيف للفرقه، مش بعيد قوي على فكره هداف الدوري، مش بعيد خالص يعني الراجل هيجي اللي هيخدم عليه بوجبا برونو فرنانديز الوينجين راشفورد وسانشو، ده لو اتلعب بيهم اصلا ممكن يتلعب بحد تاني ما اعرفش، ممكن تهب في دماغه شويه يلعب بجيمس بس ما علينا، يعني بس كريستيانو رونالدو ممكن بسببه وانا ما بستبعدش الموضوع ده خالص ممكن يونايتد يكسبوا الدوري، يعني هم اصلا كانوا بيلعبوا الموسم اللي فات زي الزفت وطلعوا عادي توب 3 باين طلعوا المركز الثالث تقريبا
يعني لو كده يعني احنا طلعنا كده وجم في سنه من في وقت من الاوقات في السنه اللي فاتت بينافسوا اصلا ان هم يكسبوا الدوري لان هم شويه لمؤاخذه كان خدوها من السيتي وش عادي يعني. ولكن صفقه كريستيانو يعني صفقه جامده صفقه بوم يعني ما يعني بص صفقه ميسي جامده جدا وكل حاجه بس يعني مش مفاجاه يعني احنا كلنا عارفين يا اما مانشستر سيتي يا بي اس جي وكان متوقع ان هو يروح بي اس جي اكتر من مانشستر سيتي يعني مين الفريقين اللي هيروحوا يدفعوا مرتب لميسي غير بي اس جي او مان سيتي مفيش حد يعني حسيت انها متوقعه وخلاص يعني ممكن راح الراجل هي كانت مفاجاه للبرشلونيين بالذات يعني اكيد يعني الاسطوره بتاعتهم مش عارف ايه لكن كريستيانو رونالدو لو طب انا رايح مانشستر سيتي طب انا مش عارف رايح فين طب انا رايح فين طب انا مش عارف ايه هوب راح دخل يونايتد يعني انا لقيت كده قاعد في الحمام اصلا قاعد لقيت ويلكم كريستيانو رونالدو بتاكد ان الصفحه الموثقه لقيت ده الصفحه الموثقه ايه ده انا ما مش عارف بصراحه انا حاسس ان انا قاعد في كارير مود دريم ليج مش عارف انا تعبت بصراحه يعني صفقه جامده فشخ يعني صفقه سوبر مش سوبر سوبر عارف سوبر كده بعيدا بقى عن الصفقه دي الحاجه اللي الناس كلها بتتكلم عليها دلوقتي ان هو امبابي والعرض الموحش من ريال مدريد ب 160 مليون مش حاسس ان اوفر شويه يعني حتى لو راح يعني حتى لو راح هي هتبقى اضافه بنت كلب لريال مدريد واحد زي بنزيما بيخدم على امبابي ومودريتش ومش عارف ايه ده لو رجعوا من الاصابه بس مبابي مش وقته خالص بالنسبه لريال مدريد ريال مدريد زيه زي برشلونه واقع في خرق واقع في يعني ديون متلتله يعني هو يا دوبك ماسك نفسه يعني هو فاضل يبيع يافطه السانتياغو برنابيو خلاص كده يبيع الحرف بتاعه بفلوس خلاص كده عشان يجيب الديون اللي عليه وباع نص الفريق انت متخيل ريال مدريد المشجعين بتوعه اللي هو نظام يتفرج على فاليخو وقلبة وميليتاو في الدفاع ميليتاو فيه الرمق شويه هو وناتشو ممكن فيهم الرمق شويه لكن دخل خط الدفاع في فاليخو انا بقطع الكره احسن منه اصلا وانا بص منظري انا لابس حاجه واسعه عشان ما باينش جسم البني ادم اللي عنده 40 سنه في سنه واحنا 17 سنه ده فمتخيل انا بعرف اقطع الكره احسن من فاليخو كان بيلعب ضدنا في اللي هو في الاولمبيات وبتاع كان عظمه كان رمضان صبحي بياخده انت متخيل رمضان صبحي ياخده الهنا دي ايه السلعوي ده يا سلام اللي فات جاب جول في نفسه وعمل اتنين بينين بس ما علينا يعني فكره ان مبابي يجي لريال مدريد دي هي فكره مش مستبعده على فكره هي عادي هتحصل ومفيش حد هيتفاجئ من الموضوع انا اعتراضي ان انت كفريق اصلا عندك ديون فانت بتجيب هو فكره بيريز ايه على تخيلي انا يعني هيجيبه هيدفع فيه 160 مليون هو مش معنى ان هو دفع 160 مليون بس ان هو هيجي يلعب في الفريق ويجيب بطولات لا هو هيجيب تيشيرتات معاه لاعب عنده تقريبا 21 او 22 سنه حاجه كده 23 في الرينج ده كده هيلعب عنده بالميت 10 مواسم بالميت 10 مواسم ده لو مكمل يعني في مدريد اكشلي ممكن يكمل 7 سنين بالميت لحد ما يوصل 30 يعني بس لا مش ما ينفعش بصراحه انا شايف امبابي كده اصلا مش عايز يجدد انت لو توصلت معاه الاتفاق من دلوقتي انه خلاص هو اصلا مش مجدد اتعرض عليه 3 مرات ومش هيجدد هو عايز يجي بس استنى السنه دي وخده ببلاش واديله يا عم 20 مليون بساينينج بونس اللي هو فلوس اصلا فوق المرتب اللي هو هياخده في ايده كده لكن ما ينفعش 160 مليون يعني لا هو ممكن برضه تفكير بريز ان هو ممكن يجي يتهف في دماغ مبابي وفريق بقى بعد ما الاوضاع اتحسنت والجمهور رجع في معظم الدوريات خصوصا الدوري الانجليزي اللي اصلا يعني في العاده معاه فلوس كتير فشخ فهو دلوقتي الدوري الوحيد اللي تقريبا فيه حضور 100% فممكن تهف في دماغ مبابي لا انا عايز العب في اقوى دوري في العالم عادي ممكن يروح يلعب في مانشستر يونايتد زي كريستيانو رونالدو كده يقول لك انا الايكون بتاعي راح لعب في مانشستر يونايتد لا انا اروح العب معاه عادي يعني وهاخد فلوس وكل حاجه بس عادي بقى يعني ما تفهمش انا بصراحه مش عاجبني حوار صفقه امبابي يعني الصفقتين اللي عجبوني ويعجبوا اي حد يعجبوا اللي ما يعجبوش اي حاجه كريستيانو وميسي خلاص انت لو ما بتشجعش الفرقه دي عادي هتحب الصفقات برضو انا ما بشجعش الفرقه دي وعاجبني الصفقات انما امبابي انا مش عارف يعني هو معظم مشجعين ريال مدريد يقول لك هات امبابي ايوه يا رب بس مش ده اللي هينقذ الفريق كمان يعني مش ده اللي هيجي سنجل هاندلي كده ياخد الفريق يحطه كده يلا نكسب الدوري لا مع انها ممكن بس هتحط نفسك مشكله ماديه كبيره احنا اصلا في مشاكل ماديه في العالم كله
مش في الكوره بس. فانت كفريق ريال مدريد عايز تروح تجيب لي لاعب 160 مليون وانت ممكن تجيبه ببلاش السنه الجايه. هو اصلا باريس سان جيرمان بيحين قال لك بص احنا هندفع 35 مليون لموناكو فبيصلي على النبي كده احنا مش هنبيع باقل من 190 مليون شاكي براكت كده. هم اصلا يعني هم بص بقى ايه قال لك لا انت هتاخده مني باقل بالسعر اللي انا جبته بيه. لا يا حبيبي احنا هنبدا من 190 مليون هم لسه ما دفعوش ال 35 مليون اللي عليهم لموناكو. فما بالك بقى بالفلوس اللي هم عايزين ياخدوها باحسن موهبه شابه في العالم. هو هالاند زيه بس بوجهه نظرنا امبابي احسن من هالاند لان هو اظهر ده. هالاند حلو كل حاجه بس لسه في الاول. انما امبابي معاه كاس عالم هو بادئ اللعبه كده بكاس عالم فاهم يعني داخل بشفره انا داخل معايا كاس عالم كده يعني وصل نهائي تشامبيونز ليج. فبالنسبه لي تقييم الميركاتو ده تقييم ما اعرفش ما ينفعش ندي الميركاتو ده تقييم اصلا يعني في اخر اسبوع باين في الانتقالات كل حاجه حصلت يعني ما استبعدش بصراحه ان مبابي يروح الريال. بالعكس انا يعني اتوقع ب 80% ان هو رايح الريال بس من وجهه نظر انا مبابي ما يروحش الريال يستنى السنه الجايه عادي يلعب بقى جنب ميسي والفريق دريم ليج الجامد فشخ ده ويجي بعدها يروح ببلاش. ده اللي في دماغي. بس انا مين انا يا دوبك معايا 224 سبسكرايبر تقريبا وبطلع بقول كلام كده علشان انا عايز اطلع اقول الكلام. لكن الناس اللي عملوا القرار الحقيقي هم بيريز والناس بتوع ريال مدريد وبتوع بي اس جي والكلام ده. فانا هنتفرج انا هنعمل ايه طيب يعني اديني قاعد بتفرج. وبصراحه يعني انا مستني الماتش اليونايتد يوصلوا فيه مثلا دور 16 ولا حاجه ويلعبوا بي اس جي ولا يعني بص انا هشوف كريستيانو بيلعب ضد ميسي المره الاخيره لان انا ما لحقتهمش اصلا يعني انا بدات اشجع كوره مثلا في 2015 ولا 2016 حاجه كده يعني كنت بكره الكوره اصلا لكن تخيل ما لحقتش اشوف الاثنين دول بيلعبوا قصاد بعض كتير. بس ايا كان دي كانت حلقتنا النهارده ان شاء الله يعني احاول يعني اعمل حلقات كتير عايز اعمل حلقات كتير في الفتره الجايه. انا فاضي انا كداب فشخ انا مش فاضي بس انا عايز اعمل حلقات كتير في الفتره الجايه لان شكل الموسم الجاي هيبقى حلو خصوصا بعوده الجماهير ادتك روح كده. بس ايا كان دي كانت حلقتنا واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.